أعطى إضافة في خط الوسط، ساعد كثيرا أمورا، والآن يمرر والكرة تصل إلى الجهة اليسرى عند العمري، سقوط داخل منطقة الجزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء بذكاء كبير، بذكاء كبير وباندفاع غير مبرر، جاء القرار وضربة الجزاء الثانية في المباراة، كلها من نصيب الرائد. هل سيعود للفار لو كان فيها شك، أم أنه واثق من قراره؟ سنتابع الإعادة، شوف هذه الإعادة وهذه اللقطة، أعتقد أن فيها اندفاع غير مبرر من عمر إبراهيم نحو العمري، والقرار أعتقد أنه صحيح وسيعتمده الحكم وسينفذ صالح الشهري هداف الفريق ب 12 هدف، يبحث عن الهدف رقم 13 ويبحث عن الأهم أن يصل الرائد للنقطة رقم 34 وأن يطمئن على النقاط الثلاث وأن تستمر أفراح الجمهور الريداوي المدرج الأحمر. صالح صالح صالح، سجل صالح، صارت أربعة، الرائد يضرب بقوة، رائد التحدي يصعد إلى قمة الجبل ويتجاوز أحد برباعية، ختمها صالح من نقطة الجزاء، بدأها لومبي في الدقيقة الرابعة وختمها صالح بالهدف الرابع من نقطة الجزاء، 4-1، أربعة مستحقة، فوز كبير ريداوي يأتي في منعطف خطير جدا ويطمئن الريداوية على مستقبل الفريق هذا الموسم وأنه باقي، لأنه أحد أعمدة